رايه في عوده الدوري ايه، وهل هو موافق على عوده بطوله الدوري مره اخرى ولا بدء موسم جديد، والتدريبات هتمشي ازاي، يعني هيقدر يمشي التدريبات ازاي، وكان متابع اللعيبه ولا لا في فتره توقف اللي دامت حوالي 100 يوم. بيعشق الكره المصريه، بس قرار عوده الدوري القديم او استكمال الدوري موسم 2019-2020 طبعا مزعله جدا، وقلقان على سلامه اللعيبه من الموضوع ده. هو مش شايف ازاي المنتخب هيقدر يؤدي في بطوله كاس الامم الافريقيه في ظل ان اللعيبه بتاعته هتبقى متعرضه لعدد ماتشات كبير جدا في الماتش هيجدوا في الموسم هيجدهم بدنيا. الدوري المصري من اقوى الدوريات اللي في افريقيا، اديك شايف الموسم ده اربع فرق وصلوا قبل النهائي في البطولات القاريه والعربيه، تمام؟ في الموسم العادي اصلا مع المؤجلات ومع البطولات دي كلها بيبقى الموضوع صعب جدا على الفرق، فهتزود عليهم كمان نص موسم ماتشات في مده موسم، يعني مع موسم تاني كامل في سنه واحده، هيبقى صعب جدا المنافسه في البطولات الافريقيه الموسم اللي جاي او البطوله العربيه الموسم اللي جاي. سألوا بقى عن عودة التدريبات، هيبدأ التدريبات ازاي مع الإجراءات الاحترازية، وكم متابع اللعيبة في فترة التوقف دي ولا لا؟ احنا كنا متابعين اللعيبه كل يوم، بنبعت لهم برنامج تدريبي كل يوم الثلاث شهور اللي فاتوا، بس طبعا ده ما يعني مش بديل عن المنافسه والتمرينات الجماعيه والماتشات الرسميه او الوديه. حتى دلوقتي احنا طبعا هنبدا بالمسحات والتستات للكورونا، بعدها فيها 10 ايام الاول تمرينات بمسافات عشان ناخد الاجراءات او الناس او بمجموعات، بقى مهم 10 ايام قبل رجوع للتمرينات الجماعيه. شكرا.